أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. تظاهر عشرات الفلاحين وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية. وذكرت مصادر صحفية أن مزارعي ديالى خرجوا في تظاهرة أمام مبنى المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية عن محصول الحنطة وإيجاد حلول الأزمة الجفاف ودعمهم بالأسمدة والبذور. وأكد المزارعون أن التظاهرة هي الأولى خلال عام 2022، وستكون هناك تظاهرات أخرى إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وتشهد ديالى أزمة جفاف مستمرة منذ أشهر أثرت على القطاع الزراعي بشكل مباشر وحرمت آلاف المزارعين من الخضط الموسمية. أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبطها حالات اختلاس بمبلغ يصل إلى قرابة مليار ونصف المليار دينار ومغالاة في الأسعار بمحافظة ميسان. وقالت الدائرة إن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكن من ضبط عدد من المسؤولين في الشركة على خلفية اختلاس مبالغ مالية تقرب من مليار ونصف المليار دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإفادات لموظفي الشركة. وأضافت الدائرة في بيان أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط مسؤول قسم حسابات الأفراد ومسؤول تحضير مستند الصرف فضلا عن مدقق الشركة وأحد موظفيها وأولويات مستندات الصرف المكررة كافة. ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على الأسواق المحلية في السليمانية بكردستان العراق، إذ تشهد المدينة مؤخرا موجة غلاء في الأسعار في البضائع لا سيما المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين وشريحة الكادحين والفقراء الذين يعتشون على قوتهم اليومي. وأرجع مواطنون سبب تلاعب التجار بالأسعار ورفعها خاصة المواد الغذائية الأساسية إلى غياب الرقابة من قبل الدولة، مؤكدين أن ما يحدث من ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية خلال اليومين الأخيرين يعود إلى أيد خفية تتلاعب بقوت المواطن. أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها من وإلى اسطنبول أو مطاري اسطنبول وصبيحة كوشن غدا الخميس بسبب توقعات تساقط الثلوج على مدينة اسطنبول. ودعت الشركة مسافريها إلى تفقد وضع رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية التركية، مضيفة أن بإمكان المسافرين إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الاستعلامات. ارتفعت أسعار النفط الأربعاء حيث أثار الحظر الأمريكي على واردات النفط الروسية وخطة بريطانيا للتخلص التدريجي منها بحلول نهاية العام أثار مخاوف من تقلص المعروض العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات و28 سنتا لتصل إلى 131 دولارا و18 سنتا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولار ليرتفع إلى 126 دولارا و28 سنتا للبرميل. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن فرض حظر فوري على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى، بينما قالت بريطانيا أنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيا حتى نهاية العام الجاري. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات والمعادن. هذا كل شيء عن الاقتصاد، إلى اللقاء.